نروح لخبر تاني مهم جدا، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن بقى عن موعد حفل جوائز الأفضل في العالم. بنتكلم موسم 2021، واللي بكده بقى هيقام تحديدا يوم الاثنين 17 يناير 2022. وكمان عملية التصويت، خليني أقول لحضراتكم على الجوائز، هتبدأ يوم الاثنين تحديدا 22 نوفمبر، وهتنتهي يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021. مقرر كمان أن يشارك في عملية التصويت هنا بقى مين؟ قادة ومدربين المنتخبات الوطنية، وبالإضافة إلى التصويت طبعا الجماهير عبر الموقع الإلكتروني. وهيبقى فيه 300 شخص كمان من ممثلي وسائل الإعلام، وهيتم في الحفلة توزيع كمان لجائزة أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب للرجال والسيدات وأفضل حارس مرمى للرجال والسيدات، وجائزة كمان اللعب النظيف، وجائزة أفضل هدف، وجائزة مشجع الفيفا، ويعني تشكيلة العام. فهيبقى إيفنت كبير جدا، ملايين هيتابعوه، فأعتقد برضو هيبقى حدث له قيمة أكيد.